دابا حاليا انا كان عايش مع هادشي. وخا سيدي انا معاك. مشينا سيدي شمنا ديك البنت كملنا فيها، ايه تزوجنا. ديك ايه البنت ما كرتاح، ديك البنت ما كرتاحلهاش اسي مصطفى، كيفاش ما كتر... كيفاش ما كترتاح ليهاش وما كترتاح يعني لكش حنا زواج وما ما يعني داكشي العلاقة الزوجية عندنا. ولكن تراه عاطي عندكم بنيته واش العمر ديالكم لجواجكم شحال دابا هو؟ عندنا بنيته، عندنا بنيته. واه عامين ديال الجواج؟ عامين ديال الجواج جاتني البنيته في رمضان، يعني في رمضان تزادت لكم هذه واحد البنيته مباركه تبارك الله. الله يبارك فيك. هذه بالعكس ستقوي العلاقه بينك وبين المراه ديالك وتعطي لها واحد الموده مزيانه. حاليا ديك البنت عندي بحال شي بحال المومو العينيه، يعني ما نقدرش نفرقها حتى. وما تنساش هذاك المومو ديال المومو ديال عينيك راه جا من هذيك السيده اللي هي مراتك. ولكن ديك السيده انا وياها ما كنتفاهموش. الا جيتي بالفكره ديال واخا فاش ما كتفاهموش؟ ما فهمش كيفاش شرح حالك، يعني ما كنرتاحلهاش وما كترتاحليش. كيفاش انت ما قدرتيش؟ ديما بيناتنا انا وياها ديما وما كنقدرش نبين، بحال دابا هي ما كتبينش. كيفاش انت ما قدرتيش؟ ديما بيناتنا انا وياها ديما وما كنقدرش نبين، بحال دابا هي ما كتبينش العائله وانا ما كنبينش، يعني كيبان لهم العائله ديالي كيبان لهم اخنا بخير، يعني ما كاين حتى شي حاجه. شحال في عمرها هاد شحال في هاد العمر هاد ديال هاد المراه هادي اللي انت متزوج؟ عمرها 28 سنه. وانت العمر ديالك دابا 31 عام. 31 سنه. علاش واش الامر بالنسبه لكم حيت في الضواحي ولا في البوادي كتجوي الا ما تجوجتوش البنت كتكون صغيره كتكون شويه هذا ولا علاش؟ علاش فين عندك انت المشكل؟ شنو اللي ما كيخليكش تكون هذه المراه مصدر ارتياح ديالك مع ان ما كدير لك لا مشاكل هي لا والو؟ ما كاينش مشاكل كاع، يعني معمرين الدار الدنيا هانيه، يعني هما كيقولوا الله يعمرها سلعه وكذا وكذا، وانا بيني وبين العلاقه ديالنا ما واخا. ويلا كنتي جاي يعني ديال الاحترام ياك بعدا؟ لا الاحترام واه والحمد لله. راه شوف الاحترام راه هو اللي كيبني الحب. لا الاحترام كاين، الاحترام ولكن الى الاحترام كاين راه يقدر يكون تكون شحال من حاجه من المحب. شوف الحب هو ولا الحب كيتصاوب كيتصنعوا، والاحترام احسن حاجه بعدا في هذه العلاقه ديالكم ان حتى واحد فيكم دابا بحالك انت ما كتهينهاش وهي ما كتهينكش وكاين الاحترام بيناتكم. هذا الشيء الحمد لله مازال ولد الموده ولد المحبه، والحمد لله راه جات بنيته بيناتكم. هذا مومو اللي تكلمتي عليه اللي ديال عينيك راه ما تنساش بانه راه هذه البنيته هذه راه هي اللي غتقوي العلاقه وهي اللي غتتوطدها. انت عطاك الله واحد الكنز ما تضيعوش. ايوا لا اله الا الله. دابا لا اله الا الله هذيك كلمه عظيمه. دابا خلينا حنا وياك في الكلام اللي هو انساني وكنسعوا به الله. سمعتيني يا الشريف؟ خلينا انا وياك في الكلام اللي هو نتاع جوج الناس رجال بعقلهم كيتكلموا، وحنا ناويين ان شاء الله باش 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 تنال وتسعى رضا الله، حيت الله عاطيك دابا واحد النعمه اللي هي زوجه كتحترمك كتودد ليك واللي كتقول الحمد لله تي عطاكم الله فاكهه وتمار ديك العلاقه، وهاد النعمه اللي كيفتقدوها بزاف ديال الناس. هاد النعمه كاينين. انت الا سمعتي معنا غير السيده لطيفه من ايطاليا هي كتعز راجلها وكتبغي وكتحبو. واه واه كنسمعك. سمعني مزيان عاف اخويا الحبيب. انا قديم اخويا مصطفى، انا معكم في هذا البرنامج قديم 12 سنه ولا اكثر. اييه كانت ب ام اف ام هي اللي خدامه عندنا. يا اييه قلت لك اخويا شحال من قصه، شحال من قصه سجلوا عندي في التليفون كنعاودهم. اييه مرات بزاف المرات كنقلب في نضلو. اييه شوف دابا شحال ديال هادو 15 عام وهما مجوجين وتولدت العلاقه على الحب وثلاثه ديال الوليدات، وكانوا قالوا دي بانه بغاو كل واحد يحسن المستوى ديال الحياه ديالو. شوف الاقدار كون فين كل واحد داته. هو راه هو دابا في السجن وما عرفناش المآل ديالو كيفاش غيكون، نتمنى ولا ربي اللي فرج عليه. وهي دابا هي مجليه على الاولاد، ها هو الحب وكاع كيجمعهم، ولكن ما عطاهمش الله هذه النعمه ديال الامان والاستقرار. يعني خصك تحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره. الحمد لله اخويا استاذ، شوف انك احمد الله في اي دقيقه. ها؟
كنحمد الله ديما. ولكن على هاد النعمه بعدا ديال عندك واحد المراه كتعتز اللي انت حداك لا ما كان ياك هادي بعدا حاجه الحمد لله بعدا نحطوها بعدا الحمد لله نامنوها الحمد لله شي حوايج الحمد لله مزيانه شي حوايج راه الحمد لله يعني هاكا خير من الناس وقلب الناس والحمد لله هاكا. واش كنتي داير في بالك شي وحده لشي مراه عندك شي مواصفات باش تجوج بها ولا كيفاش؟ انا واحد واحد البنت يعني احنا نتفاهم انا وياها وكنا كدا ولكن هي جاب الله تزوجت هذيك البنت. هي تزوجت الله يسهل عليا راه عندها الوليدات ديالها وانا تزوجت ولكن من هاد المراه هادي راه في القضيه كنحس براسي كنهرب منها. نحس براسي كنبعد عليها بزاف. كنظلمها في شي حوايج راه كاين شي حوايج كنظلمهم فيها وكنبقى نعاقب راسي كنبقى نقول انا علاش كندير معاها هكا. انت راك عندك واحد النعمه بين يديك ما تنساش حيت ما نتمناوش انك تضيع هاد النعمه لحقيتاش انت على ضيعتي هاد النعمه تقدر تبقى تقول لنا يا ريت لا نشوف عاودوا لنا ناس اخويا قبال منك حيت ما كتكونش كاين شي واحد اللي كتكون النعمه بين يدو ما شايفهاش صعيب الحال مش شوف هذيك بات السنين ديال الزواج اه وانا كنعاني وما كاينش شي واحد في العائله ديالي ولا في عائلتها اللي عارف شنو راه هاد السيد هذا راه كنعاني في كل دقيقه وفي كل ساعه وفي كل نهار. واخا ما عرفش من قرار غناخذ ما عرفش من قرار من هاد البنيته الضغط كاع الضغط. وكيداير حياتك انت وياها يعني اليومي مثلا واش انت الخدمه ديالك تتفيق الصباح بكري كتجيب الليل ما كتلقاش هاد المراه سيدي شو هاد المراه كتنوض كتخدم حنا في البلديه عندنا المواشي كتنوض تخدم طيب نطلع انا من الخدمه زوج الميه سخونه الميتله كل شيء يعني كي اي جو زوجه يعني حتى شي حاجه ما ناقصه يعني هازه معاها انت هي الدار شطب لذاك المواشي طلاق ترباط يعني راك عارف البلديه كي دايره السيد مصطفى يعني حتى شي حاجه ما فيها نقص المويه بالنسبه للمويه وكتلقى شي وقيت انت وياها مثلا ملي كتجي من الخدمه ترتاح ساليتي مثلا العمل ديالك وهي سالات هذاك الشيء اللي كدير في الدار وحنا كنعرفوا تبارك الله المراه في الباديه واحد العمل اللي كدير فيه واحد المراه اللي باينه في مصطفى ايه مراه بدريحها دريحها بزاف دابا خليني من درعها يعني الحمد لله كاينه الموده ولكني انا هي. بالنسبه لي شخصي اه هاد المراه ما كنحسش بالانوثه ديالها كيفاش ما كتحسش بالانوثه يعني واش تما ماشي مجرد واحد العلاقه تقدر تواضحوا بيناتكم وتصارحوا باللطف بالادب بداك الاحترام الزوين اللي كيجمع بيناتكم ويمكن هذاك الوقت اللي انت تديرو هي مسكينه حتى هي اللي كتقضيه وهي متعبه وكتلقى واحد ما كتلقاش ربما واحد الجانب باش تعتني براسها ما تنساش راه مره في الباديه انا نقول لك واحد القضيه مره في الباديه كتفيق الصباح كتكرة البهايم كتحلب كتخبز يعني الى عندها الدراري ترجع يعني راه كدير شحال من خدمه اللي يمكن ما كتشيطش ليها الوقت الا شيطات لها شي وقت مثلا كله كاين انا ما كنكرش اييه ودابا خاصه تزاد عندها ولد بالمسؤوليه وانت راه بعدا واحد الحاجه خصك تعرفها يعني نزيدوها حتى هي نزيدوها لك وان الولد في المدينه مثلا تيقدر يكون محمي حيت بزاف الحوايج كتقدر تكون بعيده عليه في الدار اما ولد في الباديه راه كل شيء حدا كل العافيه الكانون حداه يعني بزاف الحوايج كتكون مختلفه على الحياه الطفل في المدينه يعني بزاف المخاطر تيكونوا في الباديه يعني داكشي باش كنقول لك زعما هاد المراره من الله ومنها حتى هي يعني الى مثلا شي حويجات مثلا ما كتريحك شاي ولا هذا تقدر باللطف بالاداب تطلبوها لان انتم راه كنتمنى الله خير مصطفى كنبقى ندعي وكنتمنى من الله يستجيب لي دوك الدعوات كنقول لها اش كدعي؟ نولي نبغيها بحال دابا ونولي يعني كنحس براسي كنبعد عليا بزاف وكنظلمها في شي حوايج وما كنبقاش نبين وانا كنتعذب بزاف كنتعذب وحتى هي كتعذب معايا وما كنقدوش نهضروا يعني باش ما عمري شي نهار خليت عليها صوتي ولا يعني ضربتها ولا كذا ولا هذه مزيانه هذه حاجه مزيانه بعدا هذه حاجه مزيانه انك بعدا ما كتلجاش الى الطريقه البخيسه والبخيبه اللي هي العنف ما
هادي مزيان. ما قادش نبين، ما عمري قدرت نهضر ولا نقول هاد المراه. واخا ما قادش تبين راه قلتي لي قبيله واحد الحاجه، واخا ما قادرش تبين راه قلتي لي قبيله واحد الحاجه مهمه، قلتي لي حتى هي متضايقه من داك الشيء. ما كنحس بها، كتبقى كتبغي تسقط تعنف غير مع راسها ملي كتشوفني انا بحال دابا نبعد عليها. واش هي طبيعي هادي واحد المراه راه هي مراتك وحياة يعني الزوج ديالك ما سهلاش كلمه زوج، راه انتم جوج الناس فردات ياك فرده وفرده هي اللي كيشكلوا زوج ياك سيدي مصطفى. اييه المشكله ديالها ولات كتشك فيا دابا حاليا مؤخرا، ولات كتشك فيا حيت بعيد عليها شيء طبيعي تشك. دابا راه غير تليفون عندي في الدار الا صنع عليا صاحبي ولا كذا كن الا درتها ولا هاك الجهاز التليفون كتشوف منها. ايوا عندها البواعث لهذا الشك. كنقول لها ترى الدرجة انا راه لا ماشي هكا. انا ما انسان مال كبير هكا كامل كدا، كنقول لها انا اللي عطى الله هو هذا دابا، المهم صبري صبري سيدي الله شي تعود الخير. دابا هي اللي معبده معايا وانا صابر وكاويها في قلبي. كيفاش هي اللي معبسه معاك؟ اش معبسه؟ هي راه غتصدر وغتبقى ساكته ساكته، ولا بقيت معاها هكا واحد النهار غادي تفرقع. وهي كتشك راه بدات تفرقع، راه بدات بدات كتصيفط لك الاشارات، هي بدات كتشك ولات كتضايق وانت كتبعد. شنو وقع؟ لان العائله ديالي متعلقين بهذه المراه واحد الدرجه ما تصورش، لا خوتي ولا والديا ولا ايوا ايوا هاد هاد الناس كاع خايبين وانت مزيان بوحدك، صعيب الحال. ولا لا قوه الا بالله، ما دابا ما عرفتش من حل. انا ما عمري رحت شي واحد واخا اتجهت لكم انتوما، يعني انتوما اللي غتعطيوني الحل. مرحبا بك اخويا، الله يشرحوا لنا في الحل. مرحبا. يعني صبروني الا قالوا كيفاش يديروا ولا كيف. المهم انا راني كنتحدث باخويا مصطفى. مرحبا. سامح لي بغيت نسولك، واش ما عمرك مشيتي تشوف شي طبيب نفساني مثلا؟ لانه ما كاينش شي واحد اللي عنده واحد النعمه بحال هذه مثلا، ديال عنده مراه ما كتقللش عليه الاحترام. واخا من نوع عمرها عمرها مليش تاع. خليني خليني نكمل انا وياك الكلام، خليني نكمل غير كلامي ونسمع لخويا باش يجي كلامنا متوازن. انا انت كتسمع ليا وانا كنسمع لك. قلت لك واش ما عمرك فكرتي تمشي تشوف شي طبيب؟ حيت دابا في هذه الحاله هذه ما كاينش شي واحد اللي عنده مرة بحال هكا فيها كيكون مرتاح وتيقلب على مثلا واحد الحوايج اللي كتنغص عليه، حيت كيمكن لك تمشي تشوف شي طبيب على هذا المشكل هذا. ممكن نمشي نشوف شي طبيب. ما عمرها جاتني العقلية بحال هكذا نقول ما دابا حيت اجي نقول لك انا وياك اخويا. انت هاد المرة كتشقى معاك، وانا مزيان تنعرف المراه في البيديه، المراه في البيديه تتشقى تتعب. عندها الفكره ديال والديها هي وهما والديك، يعني الحمد لله عامين ديال الزواج و28 عام، يعني كاين تبارك الله المراه شربات العقل ديالها، يعني هي كتقلب على ذاك الامان ذاك الاستقرار. الا شربت هذه المراه، الا شربت يعني شربت عقلها وكتقلب هذه المراه على واحد الامان وواحد الاستقرار، معناه انه انت كطرف الطرف اللي داخل اللي باش يكملها كتبعد. يعني كيصعب على هذه المراه انها ما تشكش، كيصعب على هذه المراه انها تبقى كاتمه في قلبها. وراها انت كتعرف، وحتى الا ما كنتيش كتعرف تدرك هذه القضيه يمكن يقولوا عليك المستمعين، ما كاين ما اقصى من ان المراه ديالك تهرس العاطفه ديالها بالجفاء بالبعد عليها، هذه هي اقصى واخيب حاجه. انا معك. تقولها لي هي اش كتقول لك؟ تقول لي راني سكت بزاف وصبرت بزاف. واو ما تغبنش راسك. كنقول لها انا كي صبرت غير زيد صبري. هو مزيان خاطري ما بعض المرات كنبقى نبكي غير بوحدي، كنقول شنو اللي كيبكيك؟ شنو الحاجه؟ قول لينا داك الشيء. شوف داك الشيء اللي كنحس براسي هارب من الناس بزاف، ما يعني يمكن هرب من الناس بزاف. دابا اجي نقول لك واحد الحاجه باش نكونوا خوت حنا وياك. داك الشيء اللي في قلبك ضارك، شتي داك الشيء اللي مبكيك وداك الشيء اللي كتفكر فيه، انا بغيتك تتكلم. الا كنتي في الدار مثلا ولا كنتي بينك وبين راسك كدوي غير بوحدك وساكت، عقلك هو اللي كي هذا ولسانك ما كيتحركش او اللي كيتحركيت، انا بغيتك دابا تتكلم، بغيتك تفكر بالسكوات ماشي بالسكوات زعما بالكلام. قول لي داك الشيء يا خويا اللي انت ضعرك في قلبك منغصك من جهه هذه التجويجه هذه.
انا معك. فاش نقول لك انا يا اللي بغيت نقول انا هاد المرة ما يعني من الاول ما عجبتنيش. اول حاجة ما عجبكش؟ شنو اللي ما عجبكش يا؟ ما عجبتنيش مرة، ما عجبتنيش، ما دخلتليش في خاطري، ما ارتاحيت لهاش، ما كتقنعنيش لا اله الا الله، وكنحس براسي ظالمها بزاف، ما عرفش شنو ندير، ما عرفش شنو قرار. ودابا مزات لي بنيتها معاها، ما نقدرش ندير شي حاجه مهمه، يمكن لا مشات، ما نقدرش نفرق ذاك البنت. راه ما تنساش هذيك البنت اللي انت ما بغيتيش تفرقها، راه عندها واحد الام هي اللي جابتها، وهي اللي عطاتك هذيك التيم، هذيك الهديه اللي عطاك الله سبحانه وتعالى، رجعت من هذيك الام، علاش ما تعزهاش؟ احق بان شوف، حيت المؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لنا لا يفرق المؤمن مؤمنا، يعني عمر شي مؤمن ما خصو يضر شي مؤمنه، ولا مؤمنه تضر مؤمن. الا كرهتي كاع منها شي حاجه ارضى منها. شوف دابا انت كتقول باللي ما مرتاحش معاها، شوف شحال ديال الحوايج دابا مريحك من اولا حافظ عليك على والديك، ثاني حاجه شوف نعم شوف منها غير خير من هذا اللي جات، يعني واخا انا قاسي معاها قاصح معاها بزاف الحوايج مريحها فيهم، شوف منها غير خير، وكنبقى الضمير ديالي مفتوح. ايوا كف الخير بالخير، شوف تعامل معاها يعني تعامل معاها انت بالاحسان، وشوف راه ربي واطلب الله سبحانه وتعالى واستعين على ذلك ان شاء الله بانه يوهبك الصلاح في النفس ديالك. وإلا قدرتي مثلا تمشي تشوف شي اخصائي نفسي يمكن لك تكلم انت وياه وتقول له باللي شوف هذه المراه سي مصطفى ما ناقصها حتى شي حاجه الحمد لله، ما ناقصهاش حقها في الدين، ما ناقصهاش حقها في يعني الحمد لله، وانا ما قانعانيش، ما مرتاح ليهاش، كنبعد عليها، كنبقى نتعنف غير مع راسي، وكندير شي مشاكل اللي شنو اللي شنو هما الحوايج اللي مثلا تيعنفوك تتبقى تتكردد في راسك مثلا؟ انا قلت لك الاسباب ديالي، يعني هذه المراه ما ارتحت ليهاش، لا ما قانعانيش، ما يعني انا قلت لك مثلا الا كان من ناحيه مثلا شي شكل كتبغي تشوفها به، راه خصك تعطي انت وياها حدود لروسكم، فين تجلسوا، فين مثلا دوي انت وياها الشكل اللي بغيتي مثلا يعني تضربي. وانت للاسف هي السيده، انت قلتي لنا بانها كامله الحمد لله العيب فيك، اذا الا كان العيب فيك خصك تصلحوا. انا سي مصطفى جيت باش كنقول لكم الحقيقه، ما نقول لكمش انا هذه المراه راه فيها وانا راني مالك، لا انا قلت لك الا كان فيك العيب، اجي نقول لك الا كان فيك العيب اذا خصك انت تصلحوا، ما فيها باس، وكلنا عيوب، كلنا الله يقيل عطراتنا يا ربي وتستر عيوبنا يا ربي يا ربي. مصطفى كنبغي نصلح راسي ولكن ما كنطوش، ما كنبقاش غادي بداك الشيء هذاك. علاش ما كتبقاش؟ شنو اللي كيمنعك؟ يعني واخا كنبغي نصلح راسي وكنقول هذه المرة يعني نتعامل معها بخير وكنحس بها كيعجبها الحال وكذا، ولكن ما كنطولش داك الشيء هذاك. شوف انا كنقول لك باللي هذا الشيء اللي ما كانش كيطول خصك تواظب عليه، وخصك تستعين بشي طبيب، شي واحد يعاونك مثلا نفساني، تعاود له على بعض الامور، يقدر مثلا يسولك على كيفاش تكونتي، على هذه المراه مثلا اللي كنتي مثلا واش واخد هذه المساله عناد، حيت دابا بعض المرات انت يقدر يكون كيبان لك مع راسك باللي والديك ظلموك وجوجك تجويجه هادي. اذا كنبقى نقول بحال هذا الشيء، بحال الافكار هذو كيبقاو يدوروا لك في راسك والديك وكذا، وظلموا كنبقى نلوم الوالد، كنقول انا هذا الوالد انا شنو درت انا كذا، علاش انا كذا، علاش انا كذا، كيدوروا لي هذه الافكار هذو في راسي بزاف. راه خصك تفكر مزيان اش شريف، باللي انت بعدا لقيتي حضن ديال الوالدين، راه كاين اللي ما لقاوهمش وكاين اللي ما وجدوش ليه والديه الساس، انت الحمد لله كاين الساس في الدار، وهذيك الفلاحه اللي وخوتك خارجين يخدموا وانت خدام مع الوالدين، يعني الحمد لله كاين واحد الرزيق، كاين داك الحضن ديال الوالدين، وكاينه واحد المراه ديال النعمه. الا اخويا عندك هاد الثلاثه وما كتعيش استقرار، يعني خصك تشوف شي اخصائي يعاونك، شي طبيب نفساني يعاونك، لانه دابا هاد الحوايج اللي عاودتي لنا كلهم بالنسبه لك كنز، وما ديرش بحال داك اللي كيقول لك راه شحال من واحد كيقول لك، قال لك من ملك الشيء اهانه. انا كنخمم، شوف كنخمم بزاف، فاش كتقول هذه المراه هذه، كنخمم كنقول هذه المراه الا هذه حتى خسرتها ميدي انا الحياه ديالي تدمر. واقعيا انا هذاك الشيء منين كنخاف عليك، عرفتي علاش؟ ما قادش يعني
اللي كنشوف راسي كنتعذب وما ما قادش يعني ناخذ واحد القرار ديال. انا دابا مناش كنخاف عليك، كنخاف عليك الا غدا ولا بعد غدا مشيتي تسرعتي وفرطتي في هذه المرة. اول اما غادي تبقى عايش بوحدك وما حاملش راسك، انه من بعد غتقدر تعيش. خليني واش دابا خليني عافاك نكمل لك الفكره، حيت راه ما نقدروش دابا، انا ما كتخلينيش الربع في الفكره ديالي ما كنكملهاش، وتنوليو تندوي بجوج وتا المستمعين ما كيستافدوش. عاف اخويا ياك ليا شويه كان ملي كنهضر بزاف اللي كان ياك انا ما عمرني دخلت على الكلام ديالك وانت كتكلم ياك. اسمح لي راه شويه لا تديش عليا، راني مريض شويه. واخا قول لي دابا انت اللي تكلم ولا انا اللي نتكلم؟ لا تكلم انت. واخا من بعدها تجاوبني انت ياك. ان شاء الله. الله يعطيك الخير. دابا قلت لك يا اخي انا مناش كنخاف، كنخاف واحد الوقت تمشي تسرع وتطلب الطلاق ديال هاد المراه وتكون غبنتيها لحقيتاش طلقتيها بلا حتى شي ما ضراتك في حتى حاجه، يعني ما خلقات لك لا ضرر لا حتى شي حاجه. وتنخاف ديك الساعات اما تعيش بوحدك وانت مكردد وكئيب وحزين حتى تعيش مأن بالضمير ديالك، او لا تمشي تجيب شي وحده اعتقادا منها منك انت بانك غادي تصلح وغادي هذا، وتبقى عاوتاني كتعيش بنفس المتاعب بنفس المشاكل، حيت المره الثانيه غتقول انا اللي جبت هذا وفرطت ديك المراه اللي كانت والديه وكان وتولي كما كنقولوا فاتك الفوت. الشيء اللي خايف منه الشيء اللي كيدور لي في عقلي. اذا في هاد الحاله خايف من هاد الشيء هذا، خايف نفرط من ديك المراه وندمر ونمرض، وخايف نمشي نجيب شي بنت الناس وما ديرش الشيء اللي دايره ديك المراه هذه. اذا هاد الشيء علاش كنقول لك انا دابا حاليا فكر مزيان. ومن جهه اخرى ذاك البنت هذيك ما قادش نضيعها. شكون هي؟ نفرط فيها قدامي بنتي. هي راه انا ديما كنقول لك انا ثمار ديال ديك العلاقه الزوجيه. كنبقى نشوف سكنعيا كنقول اي حاجه نديرها، ولكن ديك البنت ما جبتيهاش من شي بلاصه، ما جبتيها الا من مشوف. عرفتي انا نقول لك واحد الكلمه صديقي، ما جبتيها الا من امها اللي كتعزك، اذا احترمها الله يعطيك السر، حيت جديره بالاحترام هذه الام وعزها، وتعيش مزيان مع راسك، تعيش مزيان وهاني مع راسك، ما تحاولش تقلب على مشاكل، راه تمشي كاع انت غدا. ما تقلبش على مشاكل، انا كنبقى غير كنعذب براسي، انا كنحس براسي كنتعذب. اسيدي فرضا كاع، فرضا انا وياك الشريف مثلا مشيت يا سيدي فرطتي في هذه المراه ومشيتي عند هذيك اللي انت كنتي بغيتيها، والديك الجوره قالوا لك تعطيها باتساع وداك الشيء، ومشيتي كاع تزوجتي بها وجبتيها لوالديك، ما يتقبلوهاش والديك، غتولي ظلمتي راسك. ولا لا سيدي تخبى في شي بلاصه ما فيهاش الريحه عافاك، بحال كيما كنتي قبيله مخبي مزيان. عاف اخويا باش نتكلم انا وياك، هيا باش يجي كلامنا ادم متوازن ونسمعوا لخويا وتسمع ليا. خويا نجي محمود حتى هو في الاشراف على اخراج الارسال المباشر لهذا التواصل هذا. اياس نعم اخويا، راني دير غير فواحد البلديه ما عندي لا فين نضرك لا والو، غير الشجر قدامي. ماشي مشكل تشجر فيه الخير، المهم بعد الريح ما بقيتش كنسمعو. دابا كان لي القضيه باش مضرك دابا نضرك غير التليفون بيدي و... ايوا المهم بعد راك داير البادره معانا الله يرحم لك الوالدين. قلت لك صديقي دابا تخاف تمشي تاخذ هذه التجربه كاع انت وتغامر من اجل هذا ديك تطفي ديك الشعله اللي انت شاعل دابا ديال هذيك البنت اللي ما خلاوكش والديها اللي ما خلاوش والديك تجوجها، تجيبها لوالديك ما غتعيش معاهم مزيان، يمكن ما تعزهمش على ان حقتاش حتى هما غيبداو يشوفوا فيها شوفها ماشي هي هذيك، ما تصبرش عليك. انا ما بغاونيش بعدا في الاصل والديك، عزل سمعني مزيان، عزل عليهم، خصنا نعيشوا حياتنا والديك. اذا غتولي انت نعم الوالدين ديال ديك البنت هذيك اللي كنت بغيت انا، والدين ديالها هما والديه ما كيتفاهموش. ايه عندهم مشاكل ما كيتفاهموش بيناتهم كاع. اسيدي نفوتوا حنا كاع هاد والديها ووالديك اسيدي ونقولوا اسيدي جبتي وحده اخرى. قلت لك تقدر تكون مثلا ما هذيك المراه ما تعزكش بالطريقه اللي كتعزك فيها بها هاد المراه، اذا ما تفرطش واعتبر بانه واحد العيب، شوف اعتبر واحد العيب فيك وانت في هذه الحاله هذه اللي خص تطلب من مراتك تشد بيديك
ما فيها باس تشد بيديك وتواسيك وتمشي تشوف شي طبيب ولا تمشي مثلا انت وياه تحاولوا مثلا تبدلوا النظام ديال الحياه ديالكم، خليوا لراسكم مقيد فيق انت وياه مثلا في الصباح ديروا برنامج ديالكم تمشي لخدمتك وياه في الخدمه في الدار وغاديين، وفي العشيه اتفقوا على واحد الجليسه ولا هذا فين تستمتعوا بالحياه. راه نتوما راه عامين صاحبي ديال الجواج هذه بيناتكم وجوج ديال الشبان، باقي بيناتكم الحياه والوقت اللي تالف بين قلوبكم وتحابوا وتودوا. شي نهار تعيطي تقول لي السي مصطفى راه الحمد لله راه الزوجه السنوات والقلب على هادشي اللي عاودتي لي يا اخي، عاودوا لي قبال منك وسمعتهم والحمد لله كان الرابط بيننا وبين هذيك الاسره قوي. وشحال من واحد كما كنقولوا تنبه لراسو، اذا تنبه لراسك باش ماشي هذيك المراه اللي كتملك تهينها واحد الوقت، ويمكن ربما للاسف تهين راسك صديقي. كنتمنى من الله سي مصطفى، كنتمنى من الله نسمعوا الساده المستمعين شنو غادي يقولوا لنا ياك ان شاء الله. لا انا لا انت يجاوبوني بجوج انا وياك، واش حنا الان انا اللي قدرت نقنعهم ولا انت اللي قدرتي تقنعهم ياك؟ حنا جوج ديال الخوت ولكن انت كتحكي ليا وانا كنسمع ليك، كنعاون خويا باش يتكلم، هذا هو اللي اساسي ياك. شكرا سي مصطفى. مرحبا خويا، مرحبا. ايوا سيدنا هذا هو صاحبنا دابا اللي سمعنا، اللي هو الاخ دريس من الضواحي ديال فاس. جوج ديال الارقام عندنا وحنا مقترحينها، راه الاشاره ديال الساده المستمعين والمستمعات. هاد جوج ديال الارقام هما 05 22 31 33 33، ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. رهنا إشارة كل أحبتنا الأعزاء